طبيعي كيجي المؤتمر الوطني الثالث من بعد واحد المجموعه تاع التراكمات خصوصا المؤتمرين السابقين الاول والثاني والتراكمات ما قبل اللي كانت قبل المؤتمر منذ سنين منذ اللجنه الوطنيه للتخييم الى الهيئه الوطنيه للتخييم الى تفكيم طبيعه الحال بتاسيس الجامعه الوطنيه للتخييم. وهذه الجامعه هي اكبر تكتل مدني على المستوى الوطني اللي كتجمع مجموعه تاع الفاعلين او الجمعويين على المستوى الوطني اللي كتهتم بقضايا الطفوله والشباب بين قوسين مخيمات الطفوله والشباب. كتكون عند الجامعه عندها 12 جهه ممثله ب 12 جهه في جميع جهات المملكه وجميع الجمعيات الوطنيه والمتعدده التي لها اكثر من 24 فرع على المستوى الوطني والمتعدده التي لها اكثر من 12 فرع على المستوى الوطني والجمعيات الجهويه التي لها اكثر من 4 فروع على المستوى كل جهه وكذلك الجمعيات المحليه التي تنخرط وهي الدعم الاساسيه للمكاتب الجهويه للجامعه الوطنيه للتخييم. اليوم احنا في اطار المؤتمر الثالث للجامعه اللي كنعتبروا هذه المحطه من المحطات الأساسية للجامعة، ماشي فقط غير تجديد هياكلها ولكن تجديد لكل الآليات وتصورات العمل المستقبل على اعتبار الحجم اللي كتحملوا الجامعة من مكونات جامعية ومن أطر تربوية ومن أطر فاعلة وجمعوية مغربية وعلى اعتبار كذلك الدور المنوط بها باش تحقق واحد حلم الطفوله المغربيه وحلم الشباب المغربي في ترسيخ قيم التطوع، ترسيخ القيم ديال التعايش، قيم المواطنه الى غير ذلك، وكذلك باش توفر شروط تربويه من مخيمات ناجحه، من مخيمات الجوده، من مخيمات اللي مفروض انها ترسخ عمل تربوي جاد الطفولة ديالنا. هذا المجهود وهذا العمل وهذا الزخم كيطلب واحد الامكانيات واحد المؤهلات واحد القدرات داخلية الجامعة اللي كيجي المؤتمر ديالنا اليوم من اجل وضع التصورات والمؤهلات اللي ممكن انها تساعد على تقوية هذه القدرات وهذه المؤهلات ايضا، وكذلك اللي يعزز العلاقات سواء العلاقات العامة وكيفية تطويرها والعلاقة مع الشركاء خصوصا وزارة الشباب والثقافة والتواصل اللي هي الشريك الأساسي للجامعة واللي معها كنوضعوا واحد تصورات اللي مستقبلا الحكومة المغربية مطالبة أنها تعزز هذا الدور الجمعوي وهذا الدور التنموي اللي كتشتغل فيه الجامعه واللي المفروض انه يكون برنامج من خلاله برنامج حكومي قوي كيوفر الشروط الضروريه لوليداتنا لاطفالنا ولشبابنا باش يمكن لهم اولا توفر لهم الشروط ديال المخيمات الناجحه وتوفر لهم كذلك الامكانيات الجمعيات باش يمكن لها تكون شريك حقيقي للوزاره. هذا المؤتمر ايضا عنده افق اخرى اللي هي العلاقات العامه ديال الجامعه اللي من خلالها غادي نفتحوا على واحد العدد المجالات اللي تساهم في هذه البرامج ديال الجامعه واللي تساهم في تطوير اليات وقدرات جديده ان شاء الله. وكيبقى دائما الفاعلين الجمعويين عندهم دور اساسي من المكونات، ما نساوش بان وراه واحد العدد كثير دابا الان ديال المكونات الجمعويه اللي منخرطه في الجامعه واللي على طول السنه كتفاعل مع المحيط ديالها على المستوى الوطني في كل اقاليم المغرب، وهذا الشيء ما كيزيد الجامعه الا مسؤوليه كبيره واللي كتعتبر راسها انها غطاء هي مطالبة باش ندفع في اتجاه تطوير البرامج السياسية والحكومية ديال بلادنا.